لعبت مع كثير من نجوم وأساطير كرة القدم، لو سألتك عن تشكيلة تكونها من أبرز اللاعبين اللي لعبت بجوارهم تكون أنت في هذه التشكيلة من مختلف الفرق. لقد كنت محظوظا باللعب مع لاتسيو وإنتر في أفضل أجيالهما في تلك الحقبة. بالتأكيد لعبت مع دينيس بيركام بما في الإنتر، وهو لاعب رائع للغاية أن تلعب بجواره في الملعب، وواجهت مارادونا مع نابولي، ومارادونا كان مع ماتيو كليبر مع في إنتر، وماتي ريكارد هي من الأسماء الكبيرة التي لعبت معها، ومع بروسيا دورتموند أيضا. الريدل هو كان النسخة التي أحب أن ألعب معها في الملعب، وكنا نتفاهم جيدا داخل الملعب، وكان هناك حالة من التفاهم بيننا. هذه هي الأسماء. مارادونا أم ميسي؟ مارادونا. لقد شاهدت مارادونا وشاهدت داخل الملعب، واجهته سواء مع المنتخب، فزت عليه وهو فاز علي مع المنتخبات. أراه الرياضي الذي قد كان يمكن أن يكون أفضل. حياته الخاصة أثرت عليه كثيرا، وسلوكه خارج الملعب، ولكنه داخل الملعب هو لاعب مذهل، لاعب يمتلك قدرات استثنائية، شخص رائع، هو لاعب رائع للغاية داخل الملعب، ولكن حياته الشخصية هي ما أثرت على مسيرته.